وحشتوني من الأسبوع اللي فات للنهاردة. حلقة النهاردة مختلفة جدا جدا، هقول لكم ليه. عشان احنا بقينا في زمن سريع التغيرات والتطورات، أصبح تطور الذات بقى مهارات حقيقية وضرورية علشان ننجح. التكيف مع متطلبات الحياة خلينا بقى عندنا اكتساب لمهارات بتساعد كل واحد فينا على تحسين قدراته الشخصية، سواء بقى مهنية، سواء في حياته الشخصية يتعامل ازاي مع الناس، وكمان ده بيديله الإدارة المهمة جدا لمواجهة التحديات اللي بنقابلها، وكلنا بنقابل تحديات ومشاكل كبيرة قوي في حياتنا. فأنا النهاردة هعلمكم ازاي نتعامل مع التحديات وقلبان المود، والنهاردة أنا صاحي متضايق وبكرة أنا صاحي مبسوط، والحاجات دي كلها لأنه إدارة الوقت بقت حاجة مهمة جدا. إحنا ما بقيناش بنستغل وقتنا مظبوط، بقينا بنضيع الوقت على السوشيال ميديا، بقينا بنضيع الوقت قدام شاشة صغيرة، مش عارفين بجد حجم الوقت مهم قد ايه في حياة كل شخص فينا. احنا ممكن نعمل حاجات كتير قوي، ممكن نثقف نفسنا ونقرأ كتب، ممكن كمان ناخد كورسز مهمة جدا تطور من نفسنا. اولا عايزة اقول لكم حاجة قبل ما اعرفكم على ضيفي اللي معايا النهاردة. اكبر استثمار في الحياة هو انك ازاي تقدر تستثمر في نفسك، ودي حاجة مهمة جدا. النهاردة أنا معايا صديقي الغالي والزميل الغالي اللايف كوتش محمد غريب. هي ازيك؟ عاملة ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. بص أنا بصراحة ما لقيتش موضوع أنسب من حلقة النهاردة نتكلم عن إدارة حياتنا، لأن دي كلمة كبيرة قوي. بصراحة ما لقيتش أفضل منك نتكلم في الموضوع. جميل. ده أنت جبتي موضوع كبير قوي وبيمس ناس كتير، سواء كبار صغيرين وأطفال. ودي بتتدرب من الصغر. في مكتسبات بتبقى موجودة على الكبر شوية. لما نيجي نوصف المهارات الحياتية، يعني الطفل وهو صغير بنعلمه الأول إن هو إزاي يمشي يتكلم، فإحنا من وإحنا صغيرين بنتدرب حقيقي. فليه بنقف عن التدريب والتطوير ده لما نكبر؟ ليه بنحط نفسنا في سيركل معينه، او انت حاطط نفسك في قالب هو ما بتتغيرش؟ حقيقي. هنا المشكله ان كل واحد فينا، احنا طبعا الاختلاف ده سمه البشر يعني. اكيد. فلما نيجي فعلا نختلف بامتياز. هل النجاح سهل؟ النجاح سهل لو عرفنا ازاي ننجح، بس ازاي ندير حياتنا صح. مظبوط. بس لو النجاح سهل كل الناس كلها بقت ناجحه. ده حقيقي. طب انا عايزه اضيف حاجه صغيره قوي على كلامك. اتفضل. لكل الامهات والاباء اللي في البيوت، اولا لو انا عندي بيبي صغير بيكبر شويه شويه زي ما انت ما قلت، بيتعلم المشي، بيبدا يدرك كل حاجه حواليه. اول حاجه بيشوفها ان مامي قاعده في البيت وبتعمل كده اهو قدام التليفون للنهار. ده الريكورد اللي بنتكلم عليه. فدي اكبر مشكله. طيب. هو مش عارف ازاي، يعني ايه وقت، هو مش شايف يروح فين. بالظبط. طيب لما هنيجي نتكلم عن اكتساب المهارات، الاول الشخص اللي هيحدد هو عايز يكتسب مهارات هو عارف او لا. فالمعرفه دي اول حاجه، ان انت تعرف انت عايز ايه. مش عارف، هتبتدي ان انت تروح لمتخصص بتحكي له حياتك. بيبتدي ان هو يعمل ريبورت عن حياتك، انت رايح فين، بيدي لك اختيارات، لان مفيش حد بيختار لحد مستقبله. لكن صحيح. لكن اقدر احط لك العوامل المساعده اللي تخليك ده رايح. للشخص اللي تايه جوه نفسه، مش شايف نفسه، يعني انا مش عارفه امشي في المجال ده شويه، ابقى شغال في بنك شويه، ولا ابقى شغال كول سنتر شويه، ولا اروح مش عارفه. انا حاسس ان انا، واكبر مشكله في الناس دي بلاقيه يقول لك ايه، انا بشتغل شغلانه ملهاش مدير. ماشي. طيب هقول لك على حاجه هطبقها على نفسي. بصفه انت عارفاني من زمان، فخلينا نقول انا اشتغلت ايه. انا اشتغلت سيلز وماركتنج، سوشيال ميديا، فويس اوفر، اولاد، لايف كوتشنج. هل ده كده انا بهرب من الواقع؟ لا، هو بازل. في حياتنا عباره عن بازل كبير.
كل مجال احنا بناخد فيه اكسبيرينس. فحتى دايما اقول لاي حد بيخش اي مجال، الحياه يا تكسب يا ايه؟ يا تكسب، لا يا تاخد خبره. مفيش مجال للخساره. ماشي اوكي. مفيش مجال للخساره. انا قلت انت هتلعبها معايا. يا تكسب يا تكسب. بالظبط. ماشي. فالخساره مش موجوده. لكن لو هنتكلم على كلمه خساره، هي نوع من انواع الاكسبيرينس. يعني المثل بيتقال ايه؟ اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. غلط. امال ما يستنى لما الشوربه تبرد ويشربها. هو ليه انا انفخ في زبادي اصلا؟ طب ما هي نفس الحاجه اللي انا عايز اعملها، بس انا استعجلت. ما هي معنى ان انا شربت الشوربه بدري ان استعجلت وهي سخنه. طب ما ندي العيش لخبازه. لا انا هنا باكل. الاكل يعني هنقضي الحلقه امثال. لا انا بقصد هنا ايه؟ ان في الاخر الجزء بتاع التجربه خير برهان، صح؟ ولكن هطلع منها بريزلتس عامله ازاي، نتائج عامله ازاي. النهارده لازم احط ايدي على المشكله عشان اقول ان انا عندي مشكله. لكن طيب احنا دلوقتي حاطين ايدينا على المشكله. اوكي. طيب احل المشكله ازاي؟ في كذا طريقه. ايوه. بنتكلم مثلا، نركز لو سمحت يا جماعه في الموضوع ده، مهم جدا عشان تنجح بجد في حياتك، للناس اللي بتدور وبتنكش جوه نفسها ومش قادره توصل هي ايه او نفسها تكون ايه. نركز مع استاذ محمد. طيب لو هنعملها بنظريه سمارت، ان انا النهارده الاس ان انا بقول ان انا الحاجه ديت لمستها، والام اللي هي حاجه قابله ان انا فعلا اشتغل عليها او لا، والايه انا هاخد اكشنز فيها ايه، والار ان انا النهارده الريزلتس بتاعتي من الاكشنز دي هتطلع صح ولا لا، والتي هعملها في تايم فريم قد ايه. فهم سمارت، هم الكلمات الخمسه دول اشتغل عليهم. أوكي. احدد المشكله اول حاجه. تاني حاجه انا بشوف الحاجه دي في حلها قابله للنقاش والتنفيذ او لا. والقياس. أوكي. مهم جدا القياس هنا، انا هعرف اعمل دي ولا لا، او هجيب حد غيري يساعدني فيها ولا لا. بالظبط. اللي هي متخصص زي ما انت قلت من شويه. ايوه مظبوط. النهارده الايه الاكشنز اللي انا هعملها. ما انا هيبقى عندي تاسكات معينه ان انا انفذها على نفسي. والار ريزلتس ان هي ايه النتائج، والتي هي حاطط بقيه الكلمات بتايم فريم. يبقى انا عندي مشكله هبتدي. أيوة. اشتغل عليها، وان وجبه التحقيق في وقت معين. اداره الوقت. فانا لو دول حطيت 3 شهور، زي الناس اللي عايزه تطور مهاراتها في انجليزي. معيش فلوس، مش عارفه اروح اخد كورسات، الكورسات غاليه، المكان بعيد. في ايدك الموبايل، نفس الاداه اللي انت اتكلمت عليها من شويه. بالظبط. نفس الاداه، بس بستثمر الموبايل في حاجه. مظبوط. مفيده طبعا. فالموبايل هنا اداه، يا اما اقعد اضيع وقتي، يا اما ان انا همسك الموبايل. صحيح. اداه ذو حدين طبعا. فعلا يعني لما تيجي النهارده كده حلوه كده. بالظبط. لما تيجي تتفرجي على بعض المسلسلات او الافلام الانجليش وعايزه تطور في الانجليزي، في مواقع او يعني برامج في السوشيال ميديا. اوكي. هي اوريدي بتقدم مقاطع فيديو صغيره، فانت لو عملت بكل بساطه سيرش تعلم اللغه الانجليزيه عن طريق الافلام الامريكيه، هيطلع لك مقطع دقيقه عباره. أوكي. عن مشهد في فيلم. بيكلمك عن بيتكلم السيتويشن، بيقول الاول الانجليش فعلمك الصوت، بعد كده بيقول لك الترجمه بالعربي، بعد كده بيقول الكلمه بالانجليش، بعد كده يجيبهم على بعض. فانت لما تكرر حاجه 5 مرات هتاديها كويس. عقلك. بالظبط. دربت عقلك. يثبت في الحياة. ومش محتاج منك في اليوم اكتر من نص ساعه. نص ساعة في اليوم كفاية. هتجمع في آخر اليوم ده في النص ساعة ده أكتر من 100 كلمة. طيب. في 30 يوم رقم. حقيقي. فالتطوير. طيب. محتاج مصابرة. محتاج إن أنا أحط إيدي على المشكلة. ودي بتفرق كمان سواء الحياة العادية أو البزنس الشغل. ده حقيقي. طيب لو هقول لك نصيحة ممكن تقولها. التعليم المستمر. ضيف بقى زي ما انت عايز، هو تعليم مستمر. تعليم حياه، تعليم تطوير في البيزنس، تطوير تتعلم حاجه بره مجالك. يعني انا اذكر كان لينا زميله في فودافون، هي كانت في الجزء المحاسبي في الفاينانس، سابت كل ده واتجهت ان هي حبت تشتغل في مجال الفخار. راحت عملت ورشه او مصنع صغير لصناعه الفخار.
حبت تعمل او تنجح في اللي هي بتحبه. سابت شركه مالتي ناشونال كبيره وراحت في المكان اللي موجود فيه الناس بتاعت الفخار وعملت نفسها ورشه. ايوه هي خلاص هي وصلت لمرحله خلاص انا الكاب بتاعي اتملى عايز افضل الكاب ده واري. ودي مهمه دي مهمة جدا ده حقيقي. يعني الـ 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 ان احنا على طول نطور من نفسنا اكيد ونتعلم حاجة جديدة. بالظبط التعليم المستمر بيفيد اكتر ما يضر. في ناس بتشوف التعليم المستمر هو خلاني اتلهي عن الحياة وما اعرفش ان انا اعيش حياتي خالص. هو نفعه اكتر. ده حقيقي. نورتني وشرفتني بجد والله، واستفدنا قوي 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 من الكلام اللي انت قلته النهارده. فعلا اهم حاجه هي اداره الوقت. خلونا نخرج فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، والفقرة دي مختلفة تماما، كلكم هتحبوها وهتوفر عليكم كتير قوي قوي. معانا النهاردة مصممة الأزياء المبدعة اللي قدرت تحجز لنفسها مكانة في عالم الموضة بتاع الأطفال، وخصوصا جايبين لكم كولكشن شتوي أنيق جميل لذيذ ظريف. النهاردة منوراني مصممة الأزياء ياسمين الشيمي، منوراني. اهلا بيكي، عامله ايه؟ مش انت لسه صغيره قوي على مصممه الازياء واطفال؟ يعني انا عندي اختي صغيره اصلا موديل. اوكي. هو خارج دراستي. يعني انا دراستي انت بتدرسي ايه بقى؟ بدرس تجاره. اوكي. فشغلي خارج دراستي خالص. باخد كورسات واشتغلت على نفسي مع الممارسه الحمد لله. بقى الفكره جات لك من اختك الصغيره؟ من اختي الصغيره. اشمعنى بقى؟ يعني انت ما كانش بيعجبك اللبس؟ هي بروفيشنال موديل. وانا مش يعني انا مش بحب الملابس الترندي. مش بحب الحاجات المنتشره، بحب البس حاجات مختلفه، اجيب حاجات مختلفه. فقررت، وبحب الموضه كمان، فقررت ان انا اعمل لنفسي كده براند والحمد لله. الحمد لله. طيب انت اللي بترسمي التصميمات؟ انا اللي برسم الديزاين وبرسم الباترون وانا اللي بقصه. انت كمان اللي بتشتغلي بايدك؟ انت بتحبي تشتغلي التفاصيل الصغيره؟ طيب حلو قوي. انت كمان بتماتشي معظم اللبس انت وهي مع بعض صح؟ انا وهي، وكمان احنا البراند بتاعنا بيتميز ان هو ان احنا عندنا نعمل المامي والبنت. وده مش في كل البراندات. يعني صعب جدا انت تلاقي مثلا حد احنا بندوخ من هنا لهنا عشان انت عشان تعرفي حتى تجيبي نفس اللون. ده حقيقي. فاحنا بنعمل نفس الديزاين، نفس كل حاجه، نفس كل حاجه بتعمليها مع بعض. طب انا عايزاكي تكلميني اكتر، يعني عايزين نعرض. اوكي. وبعدين تكلميني على كل تفصيله. كل اوتفيت عملتيه ازاي وجات لك فكرته منين؟ تمام. اوكي يلا بينا. جميلة خالص. معانا مريم وتوتي. سكرت مريم بقى يا روحي سكر، وعليها توب ريب. طبعا الكم غير ماتيريال البلاوز خالص. وكمان بقى نقدر ان احنا نلبس التوب ده على اي حاجه تانية غير السكيرت، على بنطلون. هو التضليع اصلا الابيض في اسود دي معروفه انها شتوي وبتسهل علينا حاجات كتير. وكمان الماتيريال بتاعها تقيل للشتاء فمناسب. والدريس بتاع توتي وعليه جاكيت فار. الدريس برضو ريب مضلع كده. حته تانية نخليه في حته. وكمان بقى الالوان، انت عارفه الميزه انه دايما الفرو الصغنن ده بتاع كبار بس. ايوه ده حقيقي. يعني ما ينفعش البس انا واختي او انا وبنوتي. بس الفكره حلوه قوي. طيب خلينا ناخد الاوتفيت اللي بعده. عاجبني قوي انا الكوشيه الصغنن ده. برضو التوب بتاع تاليا ريم مضلع. طبعا احنا عندنا التوبس دي اصلا احنا مش بنقدر نستغنى عنها ولا صيف ولا شتاء. دي بيزك دي على طول. في اي حاجه وتحت لازم. لازم تبقى معانا في اي دولاب.
وعليها سكيرت والبنطلون بقى ووتر بروف تقيل وعليه برضو زي جاكيت كده من نفس ماتيريال البيزك. اوكي طيب والصغنون سكيرت برضو سكوبا والتوب بقى عملته لها كم وكم كده شكله مختلف شويه ان احنا نغير عن شكل البيزك. اه ده حقيقي برضو ماتيريال ريب تقيله. حلو قوي. نشوف الاوت فات اللي بعده التايجر وجماله. تعالولي تعالولي الموضه. ايه القمر ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لوزينو خديجه لوزينو اختي الصغيره. الطب بتاعها شموا وعليه بنطلون انا اللي عامله الاستراس برضو. احلى حاجه ان التايجر فعلا نازل موضه. نازل موضه ما شفتوش على اطفال خالص. حقيقي ما لقيتوش على اطفال. احنا بنختلف عن باقي البراندات ده حقيقي. والبنطلون سكر. والبيزك بتاع خديجه برضو انا يعني بحب اعمل الاطفال حاجات تبقى شكلها مختلفه جدا. فانا كنت شايفاه يعني في حته ثانيه بس كبار فقررت ان انا اعمله للاطفال. يمشي سواري يمشي سواري يمشي كاجوال مناسبه حلوه بجد. حلو قوي خطير الفكره خطيره برضو. رم ضلع مقلم كده برضو ده لغنى عنه في الشيء. البيزك ده يعني بجد انا ما شفتش انا مش لاقي حاجه البسها البس البيزك دي موجوده لكبار بس. فحقيقي انت بتوفري للمامز هيحبونا قوي. طب خلينا ناخد الاوت فات اللي بعده. روح قلبي الصغنن ده يلا جميل يا حياتي. ايه الحلاوه دي ليان؟ ايه الحلاوه دي ليان؟ بقى الفت بتاعها صوف كده والكم بتاعها فيه فرس مع الشابو بتاعتها صغننة. مع الشابو احنا بنحاول نوفر خطير. للمامي كل حاجه ما تقدرش ان هي يعني ده لو تقعد تدور تأمين كده مامي هي لابسه كده وهي لابسه كده. وبقى كمان بنحب فكره الفوتو شوت انا وبنوتي لابسين شبه بعض فبجد خطير. حلو قوي قوي. خلينا ناخد الاوت فات اللي بعده يا روحي. ميرسي يا دينا. ندخل بقى في الشتاء قوي. ايه الحلويات دي؟ اجانب اجانب. السن المحير اجانب قوي. السن المحير ده ما بنلاقيلوش لبس اصلا. صبا وملك. صبا السيت بتاعها ميلتون. طبعا احنا متعودين في الميلتون بنلبس بنطلون وسويت شيرت. هو ده الميلتون بالنسبه لنا. او سويت شيرت طويل. لا حبيت ان انا اغير شويه اعمل سكيرت من الميلتون وتبقى برده بنفس الشكل السيت. تقدر بقى تلبس سويت شيرت على بنطلون تاني. شكلها خطير والماتيريال باين عليها يعني انا شايفاه تقيل ومعالج ضد الوبر. يعني هو معروف ان الميلتون بيوبر ده معالج عشان حركات الاطفال كتير ولعبهم كتير فده حقيقي. اوت فيت ملك كوت تاجوخ صوف عاجبني قوي. والبنطلون برضو ريب بنطلون ليجن وعليه توب. حركات حركات. لا ورينا انا عايزاكي تورينا كده الحركات. ورينا. حلو قوي. ده يعني ده اسهل حاجه بجد بما ان وكمان شكلها بيبقى مميز جدا. هي اسهل حاجه وشكلها بيبقى مختلف. شكلها حلو قوي. سكر خالص. حلو. طيب خلينا ناخد الاوتفيت اللي بعده. خطير خطير خطير. سدن بقى معانا بروفيشنال موديل وتمثيل وهي شاطره جدا. برضو السيت بتاعها واخده نفس شكل البليزر كده. يعني زي الكبار بس بيتربط من ورا وبنطلون فورمال. اوكي. وقلة الكود برضو بتاعها صوف وعليه الشنطه دي بتتلبس وتتقلع كده تغير شكله شويه وبرضو نفس الشابو بتاعه. وعليه برضو بيزك دريس ريب. تقدر بقى تفتحه او تقفله سواء ممكن يتلبس ككوت فتحاه ويتلبس زي دريس قفلاه كده. بتقعدي تقريبا قد ايه تجهزي في الكولكشن؟ يعني انا بقعد شويه
محتاره على ما اجهز الكوليكشن، وكمان الافكار بتاعه الكوليكشن والالوان واختيار الماتيريال وكل الحاجات دي بتاخد مني وقت شويه. طبعا انت اختك في انك بتجربي عليها كل حاجه صح. طيب خلينا نشوف الاوتفيت اللي بعده. ميرا ومريم. ميرا برضو الفيت بتاعها روزالين تقيل، وحطيت له فرو كده شكل السكيرت والبليزر يديله يغير شكله شويه. جميل شكله حلو والفكره برضو لذيذه. يعني انتي مش مخليها الاطفال بيتخنقوا لما بيلبسوا حاجات كتير، لما بيلبسوا حاجات كتير فوق بعض تلاقيها بقى بتشد هنا وتتخنق وتعيط. لا موفره الماتيريال تبقى تقيله، وكمان انت عامله تركيه كده حاطه لها بس الياقه من هنا فشكلها حلو. وكمان السد بتاع مريم السكيرت صوف والسويت شيرت ماتيريال بسكوته تقيله. وكمان عشان يعني نوفق السات على بعضها كده هي خطيره. يعني ممكن لو في الشتاء اكتر نحط مثلا عليها كوت. هتلبس عليها كوت هتبقى خطيره. هي كده وفرت حاجات كتير قوي. طب خلينا ناخد الاوتفيت اللي بعد. يلا ده قميل خالص لزينة ومروة. برضو مروة صوف الماتيريال صوف، وبرضو تقدر تلبسه كوت تقدر تلبسه دريس زي ما هي لابساه كده. بتاخدي وقت قد ايه عشان تصممي قطع؟ يعني ممكن من يعني في رسم الديزاين ممكن 3 ايام في رسم الديزاين. الباترون والقص والفينش انا عندي ماما بتساعدني اصلا في الفينش، هي اللي بتعمل الفينش. فممكن اخد في كله مثلا من 4 لـ 5 ايام. بس الديزاين نفسه الديزاين بياخد وقت. اما لو بترسمي بقى حاجه حاجه وتروحي تاخدي راي ماما وتصححي وكده. او كمان بقى اختيار الماتيريال بتاعته بيبقى فيه انواع ماتيريال كتير قوي تنفع. ما هي دي بقى الفكرة. انت بتاخدي ازاي بتحسي ازاي الرسمه اللون والقماشه؟ يعني دي حاجه صعبه قوي، حاجه صعبه جدا. فانا بحاول بقى اوفق الماتيريال نفسها والالوان. يعني مثلا ما يبقاش طفل واعمل له حاجه اسود. الاطفال بحاول يعني ابعد عن الالوان الغامقه شويه. الالوان على قد ما تقدر. الالوان بتبقى شكلها لطيف جدا. وبحاول ان انا كمان يعني مثلا البشره السمراء شويه اختار الوان يعني تليق على الاطفال السمراء. انت تقريبا بتعملي القطعه بتعملي منها كام لون ولا يعني انت الديزاين لوحده؟ لا انا بعمل كل يعني بنزل كل الالوان، بوفر كل الالوان من القطعه. يعني القطعه كل الالوان بتاعتها بوفرها من الماتيريال. طب قولي لي ايه اصعب حاجه مريتي بيها؟ اصعب حاجه اصعب تصميم مثلا اخذ منك وقت كبير؟ اكتر حاجه واجهت فيها صعوبه شويه رسم الباترون. كان انا ارسم باترون واجي ان انا اقصه بعدها ممكن يطلع يعني ضيق حرده الكم فيها حاجه، فاضطر ان انا تعيدي بقى اعيد من الاول واظبط مقاسات من الاول. هي دي اكتر حاجه كانت صعبه بالنسبه لي. اكتر حاجه بالنسبه لك اللي هو انت طبعا ماسكه اختك كل شويه قيسي مظبوطه ولا مش مظبوطه. ايوه. طيب احنا اتكلمنا في فكره القماش. طبعا انواع القماش كتير قوي. ايوه. وممكن يبقى من الموديل ممكن تصمميه على كذا حاجه تمام. بس فكره انه انت القماشه في منها الخفيفه والتقيله اللي بتوبر واللي ما بتوبرش، والمناسبه انت بتعرفي ده ازاي؟ انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ابعد عن كل الماتيريال اللي هي شكلها مش احسن حاجه. يعني الماتيريال في منها الرخيص وفي منها الغالي مع انها نفس الماتيريال. فانا بحاول ان انا اشتري ماتيريال تكون اغلى حاجه في السوق، وانا احط عليها تكلفه قليله، فاللي هو توصل للعميل بسعر مناسب وبشكل كويس وماتيريال كويسه. كمان بتبقى في ماتيريال خفيفه جدا. يعني زي الكتان ماتيريال خفيفه، وكمان دي لما بتتكوي بتبوظ. فكنت بحاول برضو في الصيف ان انا اشتري افضل خامه في الكتان. عايزين نشوف الفيديو بتاعت ياسمين يا جماعه معانا، عشان لازم بجد الكوليكشن خطير خطير لكل المامز ولكل عندكم اخوات صغيرين، بنت اختك،
بنت خالتك مش عارفه ايه. احنا محتارين طبعا داخلين على اعياد ومناسبات كتير قوي، فحقيقي الكولكشن عندها خطير ومش هندخ كتير. اه صح. مش هندخ. ياسمين نورتيني النهارده، وهستنى كولكشن اقوى من ده كمان باذن الله ان شاء الله. استنونا وحلقه جديده الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.